السلام عليكم. الدورة التدريبية لإعداد المقيمين ومكافحة العدوى بمراكز التأهيل الشامل. التباعد الاجتماعي. طبعا التباعد الاجتماعي له معيار واحد فرعي اللي هو يلتزم النزلاء والعاملين الصحيين بالتباعد الاجتماعي، البقاء على مسافة مترين أو أكثر من الآخرين. طبعا يكون تقييم هذا المعيار عن طريق المراقبة من خلال التنقل بين الأقسام. طبعا تعريف التباعد الاجتماعي هو مجموعة من التدابير التي تهدف إلى منع انتشار مرض معدي عن طريق الحفاظ على مسافة جسدية آمنة بين الناس، وتقليل عدد المرات التي يتواصل فيها الناس عن قرب مع بعضهم البعض. إذا نلاحظ من خلال الزيارة نقيم هذا المعيار من خلال نظرنا في التباعد بين الممارسين الصحيين، كمان التباعد بين الزوار، كمان التباعد بين النزلاء. الزوار والزيارات. توفر سياسات للزيارات والزوار محدثة ومعتمدة. طبعا هذا المعيار نشيك عليه في قسم مكافحة العدوى في المركز، نراجع السياسات كاملة، ضروري أنها تكون محدثة. كمان يجب أن يكون في السياسة جميع الإجراءات والممارسات الصحيحة لمكافحة العدوى التي تخص الزوار، من غسل الأيدي وتطهيرها، التباعد الاجتماعي، وآداب السعال. المعيار الثاني، يتم تطبيق الفرز الصحي على جميع الزوار عند دخول المنشأة. طبعا نقيم هذا المعيار بطريقتين أو بنشاطين، اللي هو نشوف المستندات ونشوف بالمراقبة عند مدخل المركز. طبعا المراقبة، أولا نتحقق من خلال المرور على مدخل المركز من وجود فحص لجميع الأشخاص الداخلين، قياس درجة الحرارة، المحافظة على لبس الكمام، وكمان عن سؤال الأعراض. طبعا المستندات اللي واجب توفرها عند المدخل اللي هي القائمة اللي يتم تسجيل فيها كل تسجيل جميع الزوار وفي كل مواعيد الزيارات. الثالث، تقديم النصائح التثقيفية للزوار فيما يخص الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى خلال الزيارة، مثل تطهير الأيدي، آداب السعال، والتباعد الاجتماعي. يتم هذا المعيار تقييمه بسؤال الممارسين، التحقق من وجود مراقبة لجميع الإجراءات التي تحد من انتشار العدوى بين الزوار، المتابعة الدورية خلال كل زيارة أن يكون الممارسين الصحيين متواجدين في كل زيارة، إرشاد جميع الزوار بما يخص إجراءات مكافحة العدوى. المعيار الرابع والأخير، لا تسمح الزيارة للزوار المصابين أو من يشتبه في إصابتهم بالأمراض التنفسية أو المعدية، وتمنع الزيارات بشكل عام عند وجود حالات تفشي وبائي أو اشتباه في المنشأة. طبعا يكون هذا تقييم هذا المعيار بسؤال الممارسين آلية عملهم إذا كان فيه شخص يشتبه في إصابته أو إذا كان فيه تفشي بشكل عام. يعطيكم العافية جميعا وشكرا لكم.